اكتر من كده ان ربنا ينصحنا اذا احتاج الامر ان انا اتفكر في قضيه من قضايا الدين. قال ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني ما تخشوش في شله، ما تلتمسوش اكثريه او اغلبيه، لا واحد او اثنين يتلموا على بعض ويقولوا فكروا، مش اكثر من واحد ومش اكثر من اثنين. ليه؟ لان الاكثريه لما تتلم يبتدي يظهر غريزه القطيع فيه. شوفوا في المظاهرات مثلا، في وسط المظاهره والالاف المؤلفه ماشيه يطلع واحد يهتف وتافي، يروحوا داخلين مكسرين المحلات ويتوبوا وبتاع واكل وحاجات، في لحظه يطلع الحيوان اللي جوه الانسان وتطلع غريزه القطيع ويظهر الانسان في الجموع، يظهر بالوجه الغوغائي، الوجه الغوغائي. وربنا عشان كده وصف الأكثرية بأنها ممكن تبقى أضل من الحيوان وأسوأ من الحيوان. وعشان كده الديمقراطية في الإسلام مختلفة، تختلف كتير عن الديمقراطية الغربية، لأن الديمقراطية الغربية عندها الأغلبية كل شيء. إذا الأغلبية أقرت قانون لإباحة الشذوذ الجنسي يعدي من البرلمان، إنما النظرة الإسلامية مختلفة تماما، لا احترام بالمرة للأغلبية ولا لرأي الأغلبية أبدا، إذا أجمعت حتى إجماع تام مطلق على شيء ضد الشريعة. إذا أجمعت الأغلبية على الخمر ولا لها اعتبار ولا لها أهمية، يبقى زي العميان ما يجمعوا على شيء، بصير واحد يغلبهم. ففي حدود لمسألة الأغلبية في النظرة الإسلامية. في النظرة الغربية ما فيش حدود، إجماع على شيء أغلبية قالت يمشي، إنما إحنا لا. إذا الأغلبية أجمعت على شيء ضد الشريعة لا اعتبار لهذه الأغلبية بالمرة. وبعدين الأغلبية لا تستشار في مسائل العلم ومسائل الفكر ومسائل العقيدة ومسائل الأغلبية يستمع إليها في مسائل معاشها بس، يعني مسائل الغلاء، الإسكان، الري، الزراعة، ويسمع لرأيها والنائب اللي بيمثلها يقول رأي الأغلبية عاوزين إيه، ويشتكوا حتى، ممكن يشتكوا الحاكم. لكن إذا كانت القضية قضية فكر أو قضية علم أو قضية فقه فلا، ما يستمعش الأغلبية بالمرة، إنما اللي يستشار. لما قال شاورهم في الأمر، مقصود الإسلامي هنا أولو الألباب، الصفوة، مش رجل الشارع، لا. في قضايا العلم الذين يستشارون هم أولو الألباب وهم الصفوة، أما الأغلبية فيستمع إلى رأيها وإلى شكاواها ويبقى في ناس يمثلوها. ده الجزء من الديمقراطية الغربية اللي ممكن نبقى متفقين معاه. لكن إن هذه الأغلبية ممكن بالإجماع تمرر قانون فيه إهدار للشريعة أو ضد حكم ربنا سبحانه وتعالى، ده أمر لا يصح أن يلتفت إليه بالمرة. وده وجه الخلاف بين الديمقراطية كما نفهمها إحنا كمسلمين وكما يفهموها هم في الغرب كناس غربيين.